السلام عليكم، كديري لاباس؟ اشنو صافي؟ كنت غادي عاد بديتو ساليت هذا السيمو مسكين، ما حد كيوجد ليا كلشي وقال لك انا قدام الله يسمح ليا منه، شكرا ليه بزاف 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 صراحه والله الا راه رجيلاتي هادوك. مهم كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ اليوم الصراحه بغينا نساو الهم، نساو الغم، نساو كلشي. ماشي بالضروره كل نهار نشارك معكم المرض ونشارك معكم، هذه ضروري اننا نعطيو طاقه ايجابيه. وخليهم الفيديو الصراحه النصف ديالو شويه الناس المراض والناس ديالو حتى الناس صح، حيت كاينين غندير معاكم حركات اللي غادي يستافدوا منهم الناس اللي مراض في حالي والناس اللي صحاح. ماشي بالضروره سبور غيديروا غير الناس اللي واقفين، وهذا حتى حنا اللي جالسين من حقنا اننا نديروا سبور، من حقنا نديروا حركات هكا. كما شارك معكم فيديو الاخر، يعني الروتين اللي تنديرو انا كل صباح ضروري نديرو. بزاف ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي غلاضيتي من هنايا درتي، شوفوا هادو بس عمروا لي هاد البلايص، هما كنخدم يديا مزيان، كندير شي حركات هما باش عمروا لي يديا، حيت نورمالمون ملي كت ملي اي حاله في حالي يعني تنوليو نعولوا على بزاف الحوايج على يدينا، هاد بزاف الحوايج ولات فيا بزاف يعني بزاف ديال الحاجات يعني كنبغيو نديروهم، تتبغي دي بلاصه، تبغي ترفق الكروسه، تبغي يعني اي حاجه ولات عارفين يدينا هما اللي ولاو كلشي. اليوم جيت نشارك معكم هاد الحركات هادي. وبالنسبه ملي كنكون هكا ستريسيا معصبه بزاف ديال الحوايج، والله كندير واحد الحركه، كنوض ملي تنوض في الصباح تنفطروا داكشي، تندير واحد الحركه كنحس بالراحه النفسيه، ولكن هادشي راه مرافقه الذكر ومرافقه بزاف ديال الحوايج، كنحس بواحد الراحه النفسيه. واخا كتعيشي معاناه مواقف بزاف ديال الحوايج، هذا هو السر علاش ديما انا ضاحكه. مهم غادي نحتاج معاكم بالنسبه لنا انا كنهضروا على، ولكن حتى الناس اللي لاباس عليهم راه احتاجوا تيحتاج، كنهضر على الناس الفقراء اللي بحالي، الناس اللي ما عندهم باش يديروا الترويض سواء الصحيح سواء المريض. دابا راه كنشوفوا مع 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 البرد وهداك الشيء تيوقع التشنج في الكتاف، في بزاف ديال الاعضاء عندنا في الجسم. حنا هاد الحركات اللي غادي ندير معاكم مهمه، اليوم غادي نحاول انني نخدم معاكم لي موفمون غير ديال اليدين، ما غاديش ندير معاكم ديال الرجلين ان شاء الله، نشوفوا في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله نديرهم معاكم. اللي كنحتاجو دائما انا كنقول لكم، شوفوا دائما الانسان خاصو يكون عنده الفكره والبساطه، والانسان ما يبقاش غير جالس يبحث 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 باش هكا شي حاجه يلقى شي حاجه اللي يستافد منها. بالنسبه لهاد لا فيديو هذا غنحتاج لهاد العصا هذا، الشيتا ولا كرات ولا مهم، المهم يكون عصا مزيان غير ما تكونش فيه شي لعيبه اللي غادي تجرح لينا يدينا ولا هذا. صافي هي اللي غنحتاج انا في الحركات ديالي اللي كنحتاج يوميا، من غير انني ما نخدم بوحدي، يعني ما تساعدني انا حتى شي حد في الترويض، ما تساعدني حتى شي حد في شي حاجه، تنخدم بوحديتي. هادشي علاش تنبغي نقول لكم بالنسبه لاي واحد يعني يعول على راسو بزاف ديال فهمت، ما يبقاش يحتاج، حس ضروري هذاك اللي كيكون معنا دائما، واحد النهار كيعيا، واحد النهار كيمرض، واحد النهار حتى هو الدنيا هذه اي واحد فينا راه تيعيا، يعني هذاك الشيء علاش خاص دائما واخا الانسان مريض يعول على راسو، حاول تو يدير شويه المجهود وهذا، وراح تيرتاح حتى نفسيا، حيت كتجيك في الاول صعيبه، راه غير ملي كنديروا سبور حنا ملي كنكونوا نقراو، يعني الحصه الاولى كتخسخ تيضروك رجليك تيضروك يديك، ولكن ملي كتولف راه كيولي يجيك داك الشيء عادي بحال هكاك. حنا المهم كنشدوا هاد العصا هذا تنشد انا بغيت صراحه ندير معاكم الحركه اللي كنرتاح فيها، اللي المهم اللي هي تسمى باليوغا. المهم انا تنديرها بطريقتي، يقدر ان الانسان يكون متكي كله او لا هكا يكون جالس، مهم ملي نكونوا جالسين نحاولوا نغمضوا عينينا، انا نحاول نشرح لكم ولكن ما غنغمضش عيني، غادي نغمضوا عينينا هكا كنشدو تتسرحي يديك فحال هكا كتسرحيهم مزيان، وكتجمعي داك النفس وداك الهواء كلها هكا، كتجمعيها كتحبسي النفس ومن بعد كتطلقيها كامله. شوف ديك اللحظه كتحسي بالراحه النفسيه، وحق الله حتى كتحسي، وحتى الا كان حتى
شي حاجه عندك كتحسي راك تتخرجي والنفس ديالك كترتاح. يعني انا كنحاول ندير ما غاديش نقول لكم بالضبط السيري شحال كندير فيه، ولكن كل نهار يعني على حسب يعني الجهد ديالي بحال هكا. هاد السيري هادي كنحاول انني بعد المرات نديرها على 10، بعد ما كنلقاش راسي يعني ارتاحي ديك الراحه اللي درت واخا كنعس في بلاصتي كنحاول نديرها. هي من الاحسن تكوني ناعسه في بلاصتك وديريها احسن. من بعد كنشدو هاد العصا هادي، غادي نحاول شويه نبعد التليفون. كنشدو هاد العصا هادي اول حاجه باش غادي نحيدو هذاك التشنج اللي عندنا هنايا. كنشد يديا بجوج. شفتو انا هانتوما تبارك الله راه واخا ضعافيز، شوفوا راه عمرو ليا هاد البلايص هادو بزاف من هنايا. صافي كنطلعو حتى كنوصلو للعصم ديال الكراطه، كتحس براسك هاد البلايص هادو كيتجبدوا لك. هانتوما كيف ما كتشوفوا شفتو يدي، كتحاول انك تجبد مزيان. واخا بالنسبه للناس اللي مرات شويه غادي تركم، ولكن راه مع المده راه كتجبدوا السلسل ديالكم كامل. هاد الحركه غادي تفيدكم، هاد الحركه الاولى. بالنسبه للحركه الثانيه كنشدها هكا بحال هكا، شفتوا هكا، وكنبدا نخدمها اللور والقدام بحال هكا. وهادي علاش كتساعد؟ شوف انا بالنسبه المهم تبارك الله، المهم قلت تبارك الله حيت يقولوها ليا بحال هكا الناس المراض، وحتى فاش كنت كندير ترويج يقولي تبارك الله، حيت لانه انايا بديت كنشد التوازن ديالي، ما عندي دابا لا مخده لا حتى شي حاجه لا في الجنب ديالي. بالنسبه للناس اللي مراضين ملي كنكونوا حنايا تيبقى شويه كيبقاو شي وجهي فهمتوا، ما كنشدوش التوازن ديالنا 100%. انا الحمد لله يعني من كثرت هاد الحركات هادو وليت كنشد التوازن ديالي. انتما كنحاول نخدم يعني كاي انسان عادي كنشد التوازن ديالي. صافي من بعد عاوتاني كنخدموها الفوق، كنبداو نجيبو هكا الفوق هكا باش ما يبقاوش يدينا مشكرفين، كنحاولوا نجيبوها الفوق. المهم هاد الكراطه الصراحه كراطه المهم عصا ولا اي حاجه كتنفع. انا كنت قلبت على واحد اللعيبه راك عارف كتجبد، وما عرفتش شنو سميتها الصراحه كتجبد، هذيك كتنفع انها كتصحح لك هاد البلايص هذيك. انا ما لقيتها الصراحه، كنقلب عند ماي جوطيه ومالين برا ما لقيتهاش. صافي من بعد كنبقاو نخدموا يدينا فحال هكا، كتبقى يديهم وتجيبهم كتجبد بدهم مزيان، كتحس انك تتخدم هاد البلايص. دائما ركزوا على هاد البلايص كتجبد لينا لي دورس هكا، كيتجبدوا لينا مزيان 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 بلا ما نديروا هذيك الحركه ديال كنهبطوا هادو. هاد الحركات راه كافيين انا ندير. من بعد عاوتاني كنبدا ندير لي يدي بلا هذا، حيت قليل اللي غادي في الحاله ديالي، قليل اللي غادي يدير في حركه. كنظن حيت كنسول بزاف ديال الحالات ما كيقدروش يديروه فحال هكا، كنحاول نهبط هكا. شتو هاد الحركه قلت لكم موجيش غير الناس المراه، موجي حتى الناس هكا. هذا هو الروتين ديال شفتو، كنبقى نخدم بحال هكا. من بعد عاوتاني بحال كان هكا كنعوم، كتبقى دير بحال هكا، كتحاول عاوتاني كتخدم هاد البلايص هكا. هادو هاد الحركات راه مفيدين بزاف 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 بزاف. وعاوتاني كاين واحد الحركه اللي كضحكني انا بيني وبين راسي، كضحكني صراحه كنوصل الله جامد تنقولش انا فاوله هذا، ولكن راه مهمه بالنسبه لهكا الحاله ديالنا ولا اي حاله مهمه. كنحاول هكا بحال كنلعب كنلعب فهمتوا، بحال زعما كون كان هذيك ديال فحال لاصال كيكون ديك اللعيبه هكا، كتحاول انك هذيك الطاقه السلبيه ديالك كتخرجها بهاد الحركه هاد، كتبقى تضرب هكا. مهم مزيانين هاد الحركات، نتمنى يا ربي تستافدوا من هاد الحركات، وكون هاد لا فيديو هذا مهم ليكم بزاف. وبالنسبه لليوغا ولا هذا راه شتو اسهل طريقه، راه قلت لكم بالنسبه انكم تكونوا هكا عادي اولا تكونوا جالسين راه ديروها، راه مزيانين. نتمنى يا ربي تستافدوا من هاد لا فيديو هادو، حيت ما قدرتش الصراحه نشارك معكم الحركات اللي كندير الاخرين.
حيت كاينين شي ناس لا حول ولا قوه الا بالله، انت كتكون نيتك فشي شكل ونيت ناس وحدين اخرين فشي شكل، على هادشي علاش ما بغيتش انني نشارك معاكم. ما كرهتش وحق الله، حيت انا النهار اللي درت هادشي بغيت انني نستافد من الناس المراد ونكون عبره للناس الصحاح وبزاف ديال الحوايج، ولكن مهم نحاول الى قدرت اي حاجه غادي ندير. صافي كنبقى نخدم شوفيه ديالي، كنبقى نحبو، كنبقى هكا ندور على جنبي هكا وكنخدم حركات. هذا هو الروتين ديالي اليومي ديال بالنسبه للترويض، بلا ما نحس هاد الحركات اللي غادي كنت كنتنقل عليهم، كنت كنخسر يعني فلوس اللي هي صحيحه. اتصورو كنت كنمشي من سحليقه حتى للرباط، وحق الله كيخرج عليا النهار ب 600 درهم 500 درهم. صوروا من 9 الصباح ونسي في الطريق، كيفاش غيوصل هذا الانسان اصلا لذاك الترويض؟ تخيلوا معايا كيفاش غيوصل هذا الانسان ومسخسخ في الطريق وهادي وما فايقش وما مرتاحش في النعاس وهذا، وعاد غادي دير داك الحركه. بديت كنقول انا يعني ما في استطاعتيش انني ندير ترويض، بلاصه اللي تنسكن فيها ما فيهاش، علاش انا ما نوضش ونبدا نعول على راسي وندير راسي؟ يعني ما نحتاج حتى شي واحد، يعني ما نتسناش حتى شي حتى في الدار انه يجي نقول له عاوني ولا هذا. بديت نهار على نهار تنتعلم هذا الشيء راه كيبغي، ماشي غنوريكم لا فيديو غادي نقول كلشي كيقدر عليه بالنسبه للناس المراض ولا هذا، لا، هادشي كيبغي الاراده والعزيمه، وتيبغي واخا تيكون ميؤوس من الحاله ديالنا، ما كيكونش عندك امل، ولكن خاصنا حنايا نعيشوا على واحد واخا يكون هذاك، يعني اش غنقول لكم مشات لي الكلمه، واخا يكون داك الامل يعني مفقود، يعني بالنسبه يعني نعيشوا على يعني شي امل اللي هو وهمي، فهمتوا؟ نديروا حنا واحد الهدف باغي نوصلوا ليه. راه الترويض هادو هاد الحركات هادو راه ماشي هما الشفاء، ماشي هما العلاج ديال الحالات ديالنا، ولكن غير باش تبقى انسان عادي ما تعانيش من عويجات. كيف ما جاني في قبل جاوبت على لا فيديو علاش انايا يعني بقات لي رجلي عاديه، بقاو يدي مزيانين، وهذا راه هاد الحركات اللي كندير وهذا الروتين وهاد المعاناه راه هي باش كتشوفوني راني جالسه. راه ماشي كل صباح كنصبح ناعسه ولا كنصبح، ضروري كنخصص واحد الساعه، وهذه الناس اللي كيعرفوني ضروري عندي انا واحد الساعه ديالي كنخصصها لي انا راسي، كنسى فيها التليفون، كنسى فيها كلشي، كنبقى انا تنكتشف، تندير حركات، كندير بزاف الحوايج، واخا مانقدرش على شي حاجه تنحاول مرة الاولى الثانيه وتنحاول، ومن بعد تنقدر عليها. شوفوا راه خاصنا غير العزيمه، راه اي حاجه غنديروها في راسنا غادي نوصلوا ليها، غادي نوصلوا ليها. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وصراحه اليوم جيت قلت لكم شاركت معاكم كيفاش زعما كيفاش كنت نتنقل. بالنسبه لي انا كنسكن، يعني عارفين ان الناس اللي كتعرف سحليقه، سحليقه هي فيلاج اللي هو صغير ما فيهاش الترويض. تصوروا انني كنت كنشد هذه اللي كانت كدير لي الترويض ومسكينه باقي فيها الحال، تقول لي دابا تجي عندي ونعوض لك ديك الحصص، يعني فابور ما تخلص. كنت تجي عندي 250 درهم 250 درهم انني ما كندير فيها حتى شي حركه، فهمتوا؟ وانسان ما عندوش، يعني انسان يلاه في البدايه ديال المرض ديالو، يعني التسويد اللي كتقولي اي حاجه نديرها غير باش نتحسن، ما كتكونيش عارفه هذا الشيء، وتتلقاي راسك راه ما كاين لا تحسون لا حتى شي حاجه. صافي بديت كنقول علاش. شوفوا دابا ولا عندنا الحمد لله، ولا لي ريزو سوسيو، ولا يعني كلشي عندنا موجود، يعني خاصنا غير حنايا يكون عندنا واحد شويه ديال نكونوا كما تنقول لكم الدقه اللي ما كتقتلش، الدقه اللي ما كتقتلش كتقوي. يعني حنا مادام ربي عطانا فرصه في الحياه الثانيه الا نستغلوها، واخا تغيرات بزاف الحوايج، تنتلقاو بزاف ديال الصعوبات، ولكن نعيش الحياة باش ما عطى الله. يعني واخا ما عندناش بزاف ديال الحاجات، قلت لكم بزاف، يعني بزاف ديال المعاناة ما عندناش. انسان ما نبقاوش نقولوا هذاك لا راه ضروري، خاص ضروري حتى تكون عندنا عاد نديروا. ايه صراحة شي حاجة مادية مهمة في الحياة، المادية راه مهمة في الحياة، ولكن ضروري اننا حنا واخا ما عندناش نديرو شي حاجة اللي هي راسنا. شوف بأبسط الحوايج بكرارتها، واحد المرة انايا يعني ما عنديش باش نشري لي زالتين هادوك باش تجي تهزو، ولكن بديت كنفكر وانا نشد غير هذا
غير ديال دابا انا ما عرفتش فين كانت جاتي، كنت مشيت نحس في السبيطار ما عرفتش واش لاحوها ليا ولا لا. شديت غير القراعي ديال الماء وعمرتهم بالقبس وهادو ودرت فيهم عصا بحال هادي قصيره صافي، وبديت كنخدم بهم. يعني راه غير خاص غير انسان غير فكره. والله يشافي كل مريض، دائما كنبغي نختم بهادي. الله يشافي كل مريض، واللي عنده صحته راه عنده كل شيء والله، يتهلا في صحته ويتهلا في راسه ويشوف الحياه من ناحيه زوينه، وما نقهروش راسنا على الحوايج اللي هي تافهه، حوايج اللي ما تستاهلش. يعني الانسان يعيش على حوايجات اللي هي زوينه، ودير شي حاجه اللي زوينه في حياته اللي خلي شي حاجه من موراها زوينه، وشي حاجه اللي يستافد منها من بعد. ونخليكم في امان الله باش ما نطولش عليكم، ما يجيش فيديو طويل اكثر من هكا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.